سبحانه وتعالى. فاذا ان ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا ان لازم اقول حاجه واحده لكل حاجه، يا اما اقول ان دي اشياء يقدرها ربنا سبحانه وتعالى على كل البشر بدون حكمه، يا اما الحكمه تبقى واحده، لا لا هقول ده ولا هقول ده، هقول يقدر الله جل ذلك لحكم، والحكم بتختلف وبتختلف على حسب الاشخاص. طب لو كفار انا بقول عقوبه وانا مغمض، وده على فكره على مدار التاريخ كان امر زي ما قلت لكم تلقائي عند العلماء، ان تحدث مصيبه مثلا في الروم، مصيبه في فارس، على طول عجل الله بهلاكهم، الا لعنه الله عليهم، ده طبيعي لانهم يحاربون دين الله، فبيحصل له حاجه وربنا مقدر حاجه ودي حاجه عظيمه، فخلاص ده انا بشكر الله عز وجل، وده انا طبيعي، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، بفرح. احد معاني قول الله عز وجل فضحكت فبشرناها باسحاق، اي فضحكت لهلاك الظالمين، لما جالها بشرى اهلاك قوم لوط فرحت. حتى بعضهم عقبوا ان كان ده بعيده شويه، ان البشرى جاءتها بسبب ان هي فرحت في هلاك اعداء الله، يعني دي حاجه تستحق بقى ان ايه، طب هنبشرك باسحاق، يعني دي حاجه اصلا من علامات العقيده الصحيحه. طيب ليه بقى انت ما بتقولش ان ده لما بيحصل في المسلمين يبقى ما يبقاش عقوبه قولا واحدا؟ ليه؟ ان احنا عندنا نصوص بتفرق بين المؤمن والكافر، لان احنا عندنا العقيده دي اللي انت مش شايفها، حاجه الصغيره اللي في قلب المؤمن وقلب الكافر دي، دي عند ربنا عظيمه جدا، دي لاجلها خلقت السماوات والارض وعليها الجزاء والحساب والبعث ويوم القيامه. العقيده الصغيره والكلام اللي انت ممكن ناس شايفاه صغير ده وداخل قلب المؤمن وقلب الكافر ده، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، هذه العقائد تفرق في المصائر يوم القيامه. مصير بيفترق، ممكن يخلد في النار بسبب هذه العقيده. فالتفريق في المعامله عليها ده امر طبيعي جدا اذا كان هي بهذا الحجم التغييري في الكون. يعني لما ربنا يقول عن كلمه واحده وعقيده واحده فاسده يقول تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ممكن تتعامل معها انها كلمه عابره. كبرت كلمه تخرج من افواه. لا هي كلمه كبيره عظيمه. تكاد الارض كلها تنشق عشان. لكن الله عز وجل يأذن لبعض العقوبات ان تحدث للكفار، لماذا؟ لحكم كثيره جدا. منها ان تعلم مدى ضعف عدوك، منها بشريات للمؤمن.